أقسم بالله أن ضريت خواتب شيء لأذبحك أنت ولد عمي. شفت الخبر ده؟ مين البنت دي؟ دي واحدة حاولت تنتحر. سارة بنتها ما هي توفت برضه. مع بعض متوا مع بعض. حضرتك أمه الأستاذ ريان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وين جابك لهنا؟ صحيح على وجهك. أنت عايشة هنا؟ عايشة برا؟ شباب خذوا الأولاد. حضرتك يا عمي. طولوا بالك. طول بالك مش هيك. طول بالك مش هيك.